السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجيو تسمعوا شكون اللي كيسخن الموضوع ديال سميرة ويونس وما يدور وراء الكواليس. حنا نيو الباترونة ديالنا دابا دخلها واحد قالها هذا هي الباترونة والعصابة ديالكم العصابة ديالنا قالها واحد داك النهار قال لك الباترونة ديالكم
وغير يبغي يترجع لك حنا بسمع وي احنا انسانيين ماشي كصحاب قنوات. بعدا انا عن نفسي هادشي كيحز في النفس، بقات فينا وازمه خايبه ليها وضربه خايبه ليها، لان كاينين فيها 4 وليدات ما سهلش الوضع. لا لا ولكن شوفي عليا احمد غير ربي. سمعي واحد النقطه، سمعي واحد النقطه، دابا بغيت غير نفهم هذا الراجل هذا شنو كيزيد على سميره. شي حاجه كيديرها هو، وغادي غادي تنقص ولادها يعني في نظر. هذا غير سؤال، وانا ما بغيتش عارف راه تيسوق بها يعني فيديوهات غتصورهم هي والله. الا حبوا لي هذيك العقليه ديال الحب والحنان ما كاينش في الوليدات، تيخسر معاهم الهضره هي السيدات. صح
لانك كتحطي غير المراه اللي كتحط المراه اللي كتحس بالمراه هي اللي كتحط راسها بلاصتها. عندها الارض وعندها حيت الناس كتحس بها ماديه هكا فهمتي الناس كتحس بها بالماده. حتى كيقولوا الناس اللي عندهم اللي كيقولوا هكاك محساد كيقولوا ايوا بعدا هي عندها الارض وعندها الطوموبيل والله يعاونها نو ديري حتى انت. المهم احنا تبارك الله حنايا مع سميره وحنا مطاولين ان شاء الله راه قلنا لكم راه باقي باقي المشوار طويل طويل جدا. هذاك السيد يعني اي حاجه انا من داك النوع اللي راه ما نقدرش نعس ولا الا كنت حاسه براسي خطات في شي واحد ولا ظلمته. هذا السيد هو اللي هو مول البطاطا. اي حاجه اي حاجه اي حاجه كيديروها ليه الناس يستاهلها يستاهلها يا البنات شنقول لكم يستاهلها. عرفتوا علاش؟ حيت والله العظيم الا هو انسان بلا ضمير راه واحد الانسان في شكل. تخيلوا معايا دابا تخيلوا انا دابا تخيلوا البنات وخوتي وخواتاتي نتوما دابا حطوا راسكم في بلاصه سميره نساش تمثلوا باش تجيبوا الفلوس على ود الفلوس بعتوا ولادكم بعتوا حفايدكم بعتوا عيالاتكم بعتوا الشرف ديالكم ويلي ويلي وحدي. انا جاتني شي حاجه واو قسما بالله باش نشوف السيد ودابا ديرنا بعدا هذاك واخا انت عرفنا كانت قالوا يقال ويشاع ان داك السيد ملحد الله اعلم خبيث والله العظيم الا هذا خبيث خساره فيه شي خبيث كلمه قليله في حقه والله العظيم واحد قمه الخضر وهذا او هذا تحمد الله ملي خرجت فلتت من هذاك الحبس ديالهم. صورة الفيديو حيت هي اللي مع عائشة جنس مسخوط جنس كحل حقار